أكيد مقارنة من شحال هادي شحال هادي كنا تنخصو التل أكيد مقارنة من شحال هادي شحال هادي كنا تنخصو التل 3000 تقريبا 4000 ريال دابا 10000 11000 12000 ريال حنا غير ثلاثة الناس في الدار وشحال هادي كانت طريطة دابا مابقاش التسهيلات ولا خصك تخلص خلص عاد تشكي والزيادة بلا ما نقولك ضروري يومين ثلاث ايام تجيك ورقة حمراء او بزاف مو حنا ما خدامينش الخدمة قليلة اسكيتي خصك الاستجابه خصك تجري على راسك خصك انت اللي خصك تجري على راسك ما الاستجابه ما كايناش خصك انت تبحث وتمشي طلع تجرب وما يعترفوش بك اغل خلص عاد شكي ولا خلصتي بقات من شكايه ما بقات لي شكايه الاول واش نطلب انا التيلات يكونوا التيلات حتى هادشي ما ولا تيخلع بزاف حنا ولينا تنخافوا على الموضوع ولينا خدامين على الموضوع ولادنا قاموا لينا ناسيينهم تنخدموا على الموضوع تنفكروا في الموضوع نتمنوا شي حلول تكون جذريه اللي تكون الدوله هي اللي توفر لنا هادشي هذا حتى الشركه ديال قراراتنا اخو تقارنا الضو تيجي غالي ما كنستاهلوكش هذيك الفواتير وكتجينا كل شهر نفس الشيء يعني حنا ما كنستاهلكوش الماء ولا تجيك ميزانيه الضو ميزانيه هادشي بزاف ما بقيناش قادرين على هادشي الناس تخلص كل شيء مضرور من هذه الناحيه الرضا تنشوفوا بان يعني غدا والاسعار كتطلع بزاف هادشي هما كيربحوا والناس كلشي على الشعب الشعب اللي كيخلص الشعب اللي مضرور خويا كتجينا الموضوع غالي انا حاليا عندي ثلاث ورقات يعني كل وحده فيها 9000 ريال ما عنديش منين نخلصها ويا خليتي غير السيمانه ما خلصتش كيجيبوك كيعطوك ورقه غاليه وكيزيدوك فوق منها خطيه هادشي خويا بزاف صراحه هادشي بزاف انا خويا كنطلب من الناس المسؤولين يديروا شي حل لهادشي شي حل لهادشي اخويا لان هادشي بزاف على الشعب بالنسبه للناس اللي كاينين يخلصوا الكرا يخلصوا ديك الفاتوره كتجي مثلا 9000 10000 بزاف وليتي خدامه غير على الموضوع بنادم ما كيلاقيش حتى ما ياكل خاي حنا راه تقارنا في هاد البلاد الموضوع تيجينا 16000 ريال مولي تتخلص عليا ما خدام ما والو وهاد البلاد جوج حوايج غادي منها اما تضرب الحبس ولا اما تحما تقارنا اخويا ديروا معنا حل اللي قال الدري راه هو اللي كاين راه الموضوع خير كيجينا غالي راه كيف قال لك السيد قبيله جوج الناس قال لك في دار كتجيهم 80000 فرنك 70000 فرنك راه بزاف اخويا ديروا معنا شي تاويل وانتم انت قاهر زادوا عنا في الماء زادوا عنا في الضو زادوا في الزيت واحد الحاجه كاين بلاتي بلاتي اللي طالب مسكين معاش وكيصور 1000 ريال في النهار كي غيدير يخلص هاد الضو هادي ياخذهم ليكوش ياخذهم زيت ياخذهم بزاف اخاي الله ياخذ الحق اخاي في اللي كان حيله وسباب اخاي هذا ما كان اخاي كنتمناهم الله يديروا معنا شي تاويل زويون ويدخلوا شي مسؤولين يشوفوا شي حاجه لهذا المشكل هذا الله يرحم لكم بالوالد الريضال بالنسبه للريضال اخويا شي اثمنه ولات كتجي غاليه للريضال وبالنسبه لواحد الزياده كيزيدوها بلا ما كيعلمونا بلا ما كيصيفطوا شي ورقه الانذار كيجوا كيزيدو الوقت اللي كيزيدوها ما كيصيفطوهاش لك في واحد الوقت كيفرقوها لك على ذاك باش انت ما تحسش بها كيفرقوها لك على اللي فاكتور باش انت ما كتحسش بها هذا هو المشكل اللي كاين في الريضال لا بالنسبه للماء ولا الضوء كاين الفرق بزاف بالنسبه للاثمنه اللي كانت قبل ماشي هي اللي ولات دابا كاينه الزياده كاينه الزياده دابا كنطالبوا بانه يشوفوا بعدا هذوك لي فاكتور يشوفوا اشناهم ويقارنوا بالفاكتورات اللي قبل وهذو اللي ولا دابا حيت التسعيره ولات كتجي غاليه هذا مشكل قديم جينا نهضروا فيه الهضره كثيره فهمتيني ريدال ولا لاساندي ولا كاع الشركات اللي سبقوا نفس النهج نفس الاستراتيجيه غاديين بها فهمتي ماشي انا نعطيك واحد المثال انا في رمضان انا ما تنخدمش الشهر كامل ملي كنجي نحل من وراء رمضان تجيني الورقه عاديه بحال انني خدمت ملي كنمشي نهضر معاهم تيقولوا لي سير شي قيد كونتور قيد كنعيا ندير معاهم الاجراءات وهي هي كتخلصها مثلا في العيد الكبير تيحسبوا لي بحال حاسبين المواليين الديور عاديين مثلا كنت كنخلص 5000 تنجي كنخلص 8000 واخا انا في العيد الكبير تنجلس 15 يوم مثلا حيت العيد الكبير حاسبين هما الناس راه كيضيعوا الماء هكا الماء كيضيع بزاف الضو كيضيع بزاف في الصيف كذلك تيقولوا حكا الناس راه كتسهر بزاف الضو كيضيع كيطرحوا ماشي براديات كيزيدوا داك الشيء عاد تيقدروا السيد اللي كيجي تيقيد لي كونتور لي كيلو اللي تستهلكوا ما بقى مره يدوز مره ما يدوش فهمتيني تي يديروا فرضيات راسهم خلص يجيك الورقه كتمشي تخلص وعندي ادله عندي ادله عندي ورق مخبيهم من 11 عام وانا هنا في هذا المحل نجيب لك ورقه تابعة ورقه نعطيك الورقه ديال رمضان الورقه ديال العيد الكبير ورقه المهم داك الشيء الحل اخي ما هاد الناس هادو ما كاينش حل هاد الحل كل قوت وتسنى الموت
هاد الناس هادو كيما جاتك القاعة باش تخلصها سالين. هادشي تهضر معاهم تيقول لك سير شوف المدير، ملي كتدخل تشوف المدير تيقول لك انا ما مساليش، سير السبته سير مليليه سير السله الجديده وشي كيصيفط لكشي. واحد السؤال بغيت نطرحه عليك اخي بالمناسبه، الناس اللي خدامين في الرضا كلهم بجميع المراتب سمعت بانهم ما تيخلصوش المواد، مع العلم انهم كيستهلكوا اكثر من كيستهلكوا الناس العاديين، عندهم بيسي عندهم تلفازات عندهم ثلاجات، خصها تكون مساويه سواسيه بزاف. اخويا ما نكذبش عليك، انا سير تنصورش هاد 1100 درهم في الشهر هنايا تنتقطع ونخلصها، ما يمكنش راه حشومه والله حتى حشومه وحق الله عيب. انا 1100 درهم ها الوراق هما الدليل عندي، ما تنكذب ما والو، تنهضر واقع تنهضر الواقع. تنخلص انا 150 درهم 200 درهم ولا تنخلص دابا تنخلص دابا 1100 درهم 1300 درهم بزاف بزاف اخويا. خويا رجعوا حساب اخويا، راه الشيره بزاف هاد الشيء هذا، حنا ما تنصوروش هاد الشيء تنخلصوا حنا في الشهر دابا 1000 درهم، ولينا بحال اللي كاريين عاد الكرا والمصاريف الدراري والموضوع راه بزاف القضيه. ما الشيء خويا ما تيفرحش 1100 درهم، انا بالنسبه عندي ثلاث ولاد تيقراو في المدرسه كلهم وخلص 1100 درهم ديال الموضوع راه بزاف عليا والله، حتى بزاف عليا والله حتى حشومه وحق الله لا عيب. تشفرت هذه ولات اقسم بالله تشفرت والله تشفرت. والله اخويا حنا ما خدامينش، شنو خدمه الخدمه ديالي الدجاج انا واش شنو شنو تصرف الدجاج 100 درهم 200 درهم في النار باش تخلص الريضة راه حشومه الشراء عيب والله حتى عيب اقسم بالله العظيم. انا هي 1100 درهم هي اخويا هي 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 ما تنكذب ما والو، ها هي توصيله والروسي ها هو ما تنكذب ما والو. هذه ثلاث ولاد تيقراو المراجعه المصروف الدراري المصروف ديالي شنو 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 بحالنا هاد البلاد هذه والله والله تنمشي اقسم بالله العظيم دون شي حاجه والله تنمشي. الشراء ما حشومه والله حتى حشومه حشومه عيب بزاف بزاف تقرنا والله حتى تقرنا حشومه. خصنا نخلصوا على اصل خصنا نخلصوا 100 درهم ولاد دابا هي ولاد دابا 1100 درهم.